طيب بخصوص اتحاد الكره كمان، امبارح اتحاد الكره خد قرار يعني محتاج توضيح اكتر من كده، لان القرار ده انا بشوفه بقراه من ايام الله يرحمه الكابتن سمير زاهر. قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم عدم السماح بالقيد لجميع الانديه الا بعد سداد مديونيتها لصالح الاتحاد المصري. طيب مين هي الانديه؟ كام تبلغ المديونيات؟ هل كل الانديه عندها مديونيات بارقام ضخمه؟ هل انت ممكن تساوي نادي عنده او عليه مديونيه عشان بيأيد في يناير حاليا 2 مليون 3 مليون جنيه بنادي عليه 70 80 مليون؟ يعني اعلن مين الانديه اللي عندها مديونيات. الاتحاد السعودي بيعلن. طب بلاش ده، نرجع لقرار تم اتخاذه من فتره وقلت وقتها القرار ده رائع وجيد جدا، ولكن هل يقدر الاتحاد يعلن عن ميزانيات الانديه اللي بتشارك في الدوري؟ وقتها قرر اتحاد الكره عدم السماح بالقيد لجميع الانديه الا بعد سداد المديونيات، وكان اتخذ قرار كمان عدم السماح للانديه بالحصول على رخصه الانديه المحترفه الا بعد الاعلان عن الميزانيه وتحديد شكل الميزانيه وارسال الميزانيه الى الاتحاد المصري. طيب كل نادي عشان ياخد الرخصه قدم الميزانيه بتاعته. طب هل الاتحاد اعلن ميزانيات هذه الانديه؟ لا لم يعلن. طب ده قرار سليم؟ لا قرار خاطئ جدا. هل الرخصة اللي اديتها لبعض الأندية دون الكشف عن الميزانية قرار سليم؟ قرار خاطئ جدا. محتاجين نعرف مصادر التمويل، الميزانية بتكسب ولا بتخسر، كل التفاصيل دي الاتحاد لازم يكشف عنها. مش تطلع لي قرار انك مش هتأيد الا لما تدفع المديونية، مش هتستلم الرخصة الا لما تكشف عن الميزانية. يا فندم اكشف للإعلام. هو انت بتاخد الورقة تحط في الدرج وحد فينا عارف ايه اللي بيحصل؟ ما لازم يكون في شفافية. ما هو ايه الفكرة من يكون في رابطة أندية محترفة؟ أول حاجة في المعيار إن يكون في شفافية. لغاية اللحظة دي لا في شفافية في المديونيات ولا في شفافية في رخصة الأندية المحترفة.